مبروك، في بيبي جاي في الطريق. الجملة دي حلم أي زوجين من أول يوم في الجواز، بس ماذا لو الجملة دي اتأخرت شوية؟ المشهد المشهور إننا نلاقي التوتر بينهم زاد وأصابع الشك بدأت تظهر، واللي في الأغلب بتشاور على الست، وده لأن العوامل اللي ممكن تأخر الإنجاب عند السيدات كتيرة على عكس الراجل اللي عنده عوامل أقل بكتير لتأخر الإنجاب. بس هل السبب ده كافي إننا نستثنيه من اللوم؟ بالعكس، على الرغم من ان الراجل عنده عوامل قليلة الا انه بيتحكم في 15% من نسب الانجاب العالمية، لكن يا ترى ايه السبب ده اللي يخليه يتحكم في كل النسبة دي؟ وهل بيعاني من سبب واحد ولا اسباب كتير؟ وهل في قابلية للعلاج زي ما السيدات عندهم قابلية للعلاج؟ كل ده هنعرفه مع دكتور أسامة غطاس اللي هيكلمنا عن اهم اسباب تأخر الانجاب عند الرجال وكيفية علاجها، مع ضيف ليه بصمات كتير في علاج تأخر الانجاب في مصر. تابعونا في الحلقة دي مع دكتور أسامة غطاس وبرنامجكم عالم الرجال. مشاهدينا، برحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عالم الرجال. هنتكلم النهاردة عن موضوع مهم جدا اللي هو تأخر الإنجاب. زمان كان الاعتقاد السائد ان السبب الرئيسي في تأخر الإنجاب هي الزوجة، لكن طبعا مع تطور العلم ابتدينا نعرف ان الراجل ليه دور كبير جدا في تأخر الانجاب، ويمكن بيمثل 50% من حالات تأخر الانجاب. ممكن يكون الميل فاكتور او الرجل هو السبب فيها. وللأسف الخصوبة عند الرجال على مستوى العالم بتقل مع الوقت، وابحاث كتير بتتكلم ان الاجيال الجديدة من الرجال نسبة الخصوبة عندهم بتقل، ويمكن احنا ناقشنا الكلام دوت في حلقة سابقة اللي هي حلقة الاطفال، واتكلمنا ازاي ان الرجالة مع الاجيال الجديدة ونتيجة ظروف معينة ابتدت الخصوبة عندهم تقل. برنامجنا هو عالم الرجال، فاحنا هنتكلم على الشق الخاص بينا اللي هو تأخر الانجاب لدى الرجل. لكن ضيفنا النهاردة الدكتور عمرو جعفر هيكلمنا عن تأخر الانجاب لدى السيدات. لو اتكلمنا عن تأخر الإنجاب لدى الرجل، الحقيقة فيه أسباب كتير جدا وعوامل كتير جدا ممكن تكون هي السبب في تأخر الإنجاب لدى الرجل. هنبتدي نتكلم عن الأسباب دي وإزاي نقدر نعالجها وإزاي نقدر نتجنبها. بس في الأول عايز أوضح حاجة مهمة جدا، إن يا جماعة الرجالة مش زي بعض. في اعتقاد خاطئ إن الرجالة دي كلهم زي بعض في القدرة الإنجابية، وإن زي ما فلان خلف بعد شهرين لازم كل الناس تخلف بعد شهرين. لكن ده مش حقيقي. زي ما في تفاوت ما بين الرجال في الطول، في العرض، في معدل الذكاء، في لون البشرة، في القدرة العضلية، في القدرة الجنسية، في تفاوت في القدرة الإنجابية. ففي تفاوت ما بين الرجالة في حجم الخصية نفسه. في واحد حجم الخصية كبير، في واحد حجم الخصية متوسط، في واحد حجم الخصية صغير. ده بترجع لعوامل كتير جدا، منها عوامل جينية وعوامل بيئية وخلل هرموني ممكن يكون مر بيه الراجل ده وهو طفل، عوامل كتير جدا. لكن اللي عايز اقوله ان كل راجل حالة متفردة عن الراجل التاني، وما ينفعش ناخد تجربة حد ونطبقها على حد تاني. انا بقول الكلام ده ليه؟ لان انا بشوف راجل كتير يجي يقول لي اصل انا ابن خالتي كان عنده دوالي وعملها وخلف، فانا عايز اعمل الدوالي. هو ما عندوش دوالي اساسا، بس هو عنده اعتقاد ان اي راجل يعمل دوالي هيخلف. او صاحبي خد العلاج الفلاني وخلف، فانا عايز اخد زيه. كل راجل مختلف عن التاني، واللي يأثر على راجل ممكن ما يأثرش على حد تاني، وده برضو بيعمل لغط ولخبطة عند الناس. يعني بمعنى ان زي ما اتفقنا القدرة الانجابية لدى الرجال مختلفة. فلو راجل الخصوبة عنده عالية جدا، الخصية بتاعته كبيرة، بتطلع 100 مليون حيوان منوي في الملي، متحركين كلهم، كويسين جدا كلهم، هو طبيعته كده، مولود كده. طيب الراجل ده جات له دوالي من درجة كبيرة، ال 100 مليون دول هينزلوا هيبقوا 50 مليون، والراجل ده هيخلف من غير ما يروح يكشف ولا أي حاجة. لكن لو واحد تاني الخصية بتاعته صغيرة أو متوسطة الحجم وبتطلع 15 أو 20 مليون في الملي، وده رقم يعني معقول، لكن الراجل ده جات له دوالي بدرجة كبيرة، ال 15 20 مليون دول نزلوا بقوا 5 مليون، والراجل ده غير قادر على الإنجاب. يبقى إذن وكأن الاثنين الرجالة دول جات لهم الدوالي، لكن واحد اتأثر بالسلب ومش عارف يخلف، والتاني اتأثر لكن قدر يخلف. ومن هنا بتيجي اللخبطة. نيجي مريض نقول له انت محتاج تعمل دوالي ضروري، يقول لك لا طب ما انا اخويا عنده دوالي وخلف، او ابن عمي عنده دوالي وخلف، اشمعنى انا بتقولوا لي اعمل الدوالي؟ نفس القصة بقى على بقية العوامل. التدخين، راجل عنده الخصوبة عالية مع انه بيدخن جدا لكن خلف بسهولة، واحد تاني الخصية صغيرة وبتطلع عدد حيوانات منوية قليل، لو شرب سيجارتين بس الدنيا هتبوظ.
برضه نيجي نقول له لازم تبطل التدخين، يقول لك الله طب ما انا صاحبي حريق سجاير وخلف، اشمعنى انا بتقولوا لي بطل التدخين؟ كل راجل غير التاني، كل راجل وليه ظروفه، فما ينفعش نقيس تجربه رجل على رجل. طيب ايه العوامل المؤثره اللي ممكن تاثر على الانجاب؟ اول حاجه زي ما اتفقنا طبيعه الشخص نفسه. ففي واحد هو خلاص قدرته الانجابيه متوسطه او محدوده، هنا ده هو مولود كده بدون مؤثر خارجي، ممكن يكون عامل جيني، ممكن يكون خلل هرموني مر بيه وهو صغير، لكن هو كده. الراجل ده لا عنده دوالي ولا بيدخن ولا عنده امراض مزمنه ولا اي شيء، بس انتاج الخصيه عنده ضعيف. في الحاله دي انا ما قداميش حل غير ان انا انشط الخصيه دي بعلاجات، واحنا عندنا علاجات متاحه لتنشيط الخصيه لغايه ما وصله انه يبقى طبيعي او شبه طبيعي لغايه ما يخلف. لكن لازم نبقى متفقين ان احنا مجرد ما نوقف العلاج الشخص ده يرجع لطبيعته، فيحتاج كل ما يجي يخلف انه ياخد نفس العلاج تاني او حاجات شبهه. ليه؟ لان هنا ده الراجل ده ما عندوش سبب وانا عالجته، لا هو اساسا طبيعته كده. ودي بقى بتتراوح ما بين شخص عنده نقص في عدد الحاجات المنويه او ضعف في الحركه، تتدرج لدرجه ان في شخص عنده انعدام في الحاجات المنويه. وانعدام الحالات المنويه دي او حاله الازوسبرميا دي حاله منفصله هنفرد ليها حلقات لوحدها، لكن احنا بنتكلم هنا على تاخر الانجاب في العموم. يبقى اول حاجه اتكلمنا عنها طبيعه الشخص نفسه. طيب ايه تاني؟ من اشهر الاسباب اللي بتاخر الانجاب الخلل الجيني او الخلل الكروموسومي. احنا عندنا الجينات المسؤوله عن تكوين الحال المنوي موجوده على الواي كروموسوم، كروموسوم واي. لو في جين او اكتر من دول مش موجود هيؤدي الى يا اما انعدام في الحياة المنويه او تكون العدد قليل جدا جدا، وده برضو موضوع شائك وكبير هنفرد له حلقه لوحده. الخلل الكروموسومي من اشهر الحاجات دي، حاله مرضيه اسمها كلاين فلتر سيندروم، ده راجل عنده كروموسوم اكس زياده. ده بنعرفه ازاي؟ لما بنعمل تحليل اسمه كاريوتايبنج. الراجل ده ما بيكونش عنده حالات منويه خالص، عنده انعدام في الحالات المنويه. يبقى اول سبب شهير او اول سبب مهم هو الخلل الجيني والخلل الكروموسومي. طيب تاني سبب خلل في هرمونات الغده النخاميه، ان شخص يكون عنده نقص شديد في هرمونات الغده النخاميه، ودي حاله مرضيه بنسمي بها الهايبوجونادوتروبيك هايبوجونادزم، وبناء على كده بيكون عنده نقص في عدد الحالات المنويه وصغر في حجم الخصيه وساعات بتوصل لانعدام الحالات المنويه. ودي علاجها سهل، ان احنا بندي الهرمونات دي من بره في صوره حقن تعويضيه بترجع تنشط الخصيه. طب ايه الاسباب الثانيه؟ من اشهر الاسباب اللي بنشوفها احنا كدكاتره الذكوره والاسهلها في التصليح وجود دوالي على الخصيتين. فوجود دوالي على الخصيتين او حتى على خصيه واحده من اشهر الاسباب اللي بتاثر على الانجاب. ومش صحيح ان الدوالي مش مؤثره، لا الدوالي مؤثره ومؤثره عند كل رجل، كل رجل عنده دوالي فهي مؤثره. بس زي ما اتفقنا التاثير ده بيتفاوت حسب قدره الرجل الانجابيه نفسها، حسب درجه الدوالي، هل الدوالي دي فيها ارتجاع ولا لا، مده الدوالي، اللي بقاله سنه عنده دوالي غير اللي بقاله 5، غير اللي بقاله 10، غير اللي بقاله 20 سنه. وجود عوامل تانية جنب الدوالي زي واحد بيدخن وعنده سمنة وعنده الحاجات اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي. فاذا الدوالي من اشهر الاسباب اللي بتأثر على الانجاب لدى الرجل، وبرضه هي من اسهل الحاجات في تصليحها، عشان كده احنا بنفرح لما نلاقي راجل عنده مشكلة انجابية وعنده درجة كبيرة من الدوالي، وهو الراجل المفروض يبقى مبسوط. ليه؟ دي حاجة بسيطة حلها بسيط بتدخل جراحي بسيط، الراجل ده بيترجع اموره تمام وممكن ما يحتاجش علاج تاني ابدا في حياته. يبقى اذا الدوالي من الحاجات الشهيره اللي بتاثر على الانجاب وعلاجها سهل جدا بالتدخل الجراحي. طيب معنى كده ان كل واحد عنده دوالي لازم يعمل عمليه؟ طبعا لا. احنا لسه قايلين ان اللي بيتاثر معه بالسلب ممكن مع واحد تاني ما تاثرش قوي. فانا بيجي لي شخص عنده درجه كبيره من الدوالي وعلى الخصيتين، لكن مع ذلك تحليل السائل المنوي بتاعه كويس او في خلل بسيط هعرف اصلحه بالعلاج، اقول له انت مش محتاج عمليه خالص. وبيجي لي واحد تاني عنده درجه متوسطه او بسيطه من الدوالي لكن تحليله سيء جدا جدا جدا، فبقول له لا لازم نعمل العمليه. يبقى اذا مش صحيح ان كل راجل عنده دوالي لازم يعمل عمليه عشان يخلف، ودايما احنا كاطباء بنخلي التدخل الجراحي اخر خطوه. طيب ايه تاني من العوامل اللي بتاثر على الانجاب؟ اشهر حاجه ومن اهم الحاجات التدخين. التدخين برضو من الحاجات المهمه جدا اللي بتاثر على القدره الانجابيه لدى الرجل. والتدخين هنا برضو تاثير بيختلف حسب الكميه اللي بتتشرب، اللي بيشرب سيجارتين في اليوم غير اللي بيشرب علبه غير اللي بيشرب علبتين، والمده انت بقالك قد ايه بتدخن، بقالك سنه ولا اتنين ولا 10. فالتدخين من اكتر حاجات بتاثر على الانجاب، وعشان كده دايما النصيحه اللي بنصحها للرجال لو انت عايز تخلف وتحافظ على قدرتك الانجابيه اطول وقت ممكن، يا تمتنع عن التدخين او تقلله باكبر صوره ممكنه. في حاجات تانية بقى كتير بتاثر على الانجاب زي السمنه المفرطه، زي خلل الهرمون الغده الدرقيه، زي الامراض المزمنه زي مرض السكر. في بعض الأدوية بتأثر على الإنجاب، لكن الحاجات دي كلها هنسترسل فيها في حلقات قادمة.
هنطلع فاصل ونرجع مع ضيفنا النهاردة الدكتور عمرو جعفر. نراكم بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم مرة تانية، وبيشرفنا في الاستوديو النهاردة الدكتور عمرو جعفر، جراح النساء والتوليد والحمل الحرج والحقن المجهري والمناظير الجراحية المتقدمة. أهلا بيك دكتور عمرو. أهلا بيك دكتور أسامة، إزي حضرتك؟ احنا بنتكلم النهاردة عن موضوع تأخر الإنجاب، وزي ما حضرتك عارف كان زمان الاعتقاد السائد أن المسؤول عن تأخر الإنجاب هي السيدات. فعلا. لكن طبعا مع الوقت ومع العلم ابتدينا نكتشف أن الراجل ليه دور كبير في تأخر الحمل. حضرتك شايف تقريبا كده نسبة تأخر الحمل اللي ممكن يكون الميل فاكتور فيها أو العامل من عند الرجل تمثل كام في المية؟ تقريبا 50%. 50%. أو حتى احنا عندنا سؤال مشهور، أول ما السيدة تيجي تكشف، إن احنا أول ما بنطلب تحليل أو للزوج أو السيدة المانية وتقول لي يعني ليه يا دكتور عمرو تخليك فيها الأول، ده نادر جدا إن الزوج بقى عنده مشكلة. أقول لها بالعكس، ده هو أسهل حاجة إن أنا أعمل تحليل سائل مانوي للزوج، بعرف بيه إن نص الطريق خلاص أنا عديته. لو التحليل السائل المانوي كويس خلاص يبقى أمر السيدة سهل بالنسبة لي، أنا هعرف أعمل فحوصات وأطمن عليها. فهو اول حاجه بقينا بنطلبها دلوقتي لما السيدات يكشفوا ويضحكوا معانا ويستغربوا ان انا قبل ما بطلب ليها تحليل وقبل ما بعمل ليها اي حاجه زي ما بعمل لها السونار الاول واكشف عليها كنسه، بطلب تحليل سائل مانوي للزوج واصدر معاه اقول لها كده نص الطريق الحمد لله انتهى. لو عدى على خير اقول لها خلاص الزوج احنا حلوين مش محتاج منه اي حاجه. لو بقى ما فيش مشكله بنحول بقى لحضرتك ساعتها اقول لها روحي بقى للدكتور اسامه، لان هو الموضوع عند دكتور اسامه مش عندي. يعني حضرتك شايف ان المفروض دكتور النساء كروتين من ضمن التحاليل انه يطلب سائل منوي طبعا للزوج. طبعا انا بقول لحضرتك دي اهم حاجه، اهم خطوه عندنا. اصل الحقيقه انا لغايه دلوقتي بشوف كتير من الحالات ان بيجي لي بيكون دكتور النساء بقاله سنين يمكن بيعالج في الزوجه وما فكرش يعمل تحليل للزوج الا مؤخرا. حضرتك شايف ان ده مش صح؟ ده طبعا غلط جدا. انا بقول لحضرتك عشان كده احنا بنهزر، لان اصلا من اول الطلبات اللي احنا بنطلبها دكاتره نساء للسيده، يعني وانس ان السيده دخلت عندنا، ان احنا دكتور اسامه ممكن السيده تدخل اي كذا غرض مش بس الحمل، حتى احنا اول سؤال بنساله لها حاجه النهارده تطمني ليه، فممكن تيجي لك لو انسه واعيه شويه قبل الزواج تيجي تعمل فحوصات. وبقوم انا طالب منها لان هي بتبقى لسه ما اتجوزتش، حتى بهزار كده لو ينفع تسالي خطيبك اللي هو زوجك المستقبلي ان احنا تحليل سائل منه، حتى تستغرب ان انا بطلب الطلب ده قبل لسه ما يبقى فيه. هي جايه تشيك على نفسها اقول لها ده هو انا كده بامن حضرتك قبل ما تشيك عليكي، لان التشيك على النساء سهل، يعني السيدات احنا بالنسبه لنا خلاص في خطوات معينه بنعملها. لكن هي القصه كلها ان اهم تحليل بيطلب من السيده هو السائل المنوي. كان زمان زي ما حضرتك بتقول في دكاتره بيفضلوا مع الحاله سنه وسنتين وبعدين لما بقى الامر يبوظ خالص يقول لها ايه اعملي تحليل سائل منوي، نقوم نفاجئ بمشكله ان الزوج عنده تاخر حمل بسببه، يعني عنده مشكله في الحركه او العدد او. لكن دلوقتي خلاص جرت العاده بقى لنا اكتر من 10 سنين بقينا اول طلب هو تحليل سائل منوي. فطبعا دي غلطه فادحه ان احنا نسيب السيده من غير تحليل سائل منوي لزوجها اكتر من زياره انها تجيلي. يعني مش هقول لحضرتك اول زياره، ممكن يبقى دكتور تاني يبقى عايز يتعرف على السيده فيعمل زياره الاول ويطلب فحوصاته للسيده وبعدين يطلب للزوج. لكن انا حتى حالات عندي عارفين احنا اول تجربه او اول تعرف هو تحليل الزوج قبل الزوج. طب حضرتك اثرت نقطه مهمه ان ممكن لسه في مرحله الخطوبه وتيجي بنت تعمل تحاليل، او يعني احنا بقى عندنا ثقافه ان ممكن عندنا شابين او زوج وزوجه مقبلين على الزواج انهم يفكروا يعملوا التحاليل في الاول جدا. يعني الحمد لله، وانا دايما بقولها في كل فيديو بعمله على صفحتي او كل برنامج بطلع فيه ان انا بناشد موضوع الفحوصات ما قبل الزواج، دي نقطه مهمه جدا. وحتى الحكومه عاملاها المفروض، بس احنا للاسف هنا مش بنمشي عليها، وزي بنعمل ان احنا نعمل الاجراءات كده عشان كاتب الكتاب او عشان الزواج ايا كان. لكن الفكره كلها الفحوصات قبل الزواج دي بتريحنا جدا وبتخلينا الانسات اللي بيبقوا عندي جاهزين من قبل الفرح ما يجولي مثلا بست شهور او كده بتبقى داخل مطمن، وبتبقى الحمد لله لو هي هدفها حدوث الحمل على طول بتجيلك على طول حامل بعد شهر او شهرين، لان انا اوريدي زي ما بنقول بهزر معاهم انا مربيها على الغالي. يعني انا عامل فحوصاتي وعارف السيده عندي عندها ايه، وحتى لو عندها مشاكل مشهوره زي خمول في الغده الدرقيه، ارتفاع في هرمون اللبن، ارتفاع في هرمون الذكوره، تكيس في المبيض، بطانه رحم مهاجره، اي حاجه من دي انا عارفها من بدري ومعالجها من بدري. فبالتالي هي حتى اما بهزر معاهم اقول لها انا مربيكي على الغالي وداخله ان شاء الله على الفرح جاهزه. والزوج كمان احنا بنطلب منه التحليل قبل الفرح عشان حتى لو عنده مشكله الحق ابعت لحضرتك او ابعت للمختص، ان لو عندي مشكله في العدد او الحركه او ايا كان ايه بيروح بيبقى مجهز نفسه. لان انتوا بالذات غيرنا يا دكتور اسامه ان انت بتحتاج في العلاج 3 شهور او 6 شهور مش زي انا، ممكن السيده في شهر يعني اصلح كل الهرمونات لو متلخبطه، لكن حضرتك بتحتاج بقى عشان دوره حيوان السائل المنوي 3 شهور فبيبقى محتاج وقت شويه. فطبعا اناشد ان لازم نكشف انسه او مدام، بس يا ريت لو قبل الفرح وتدونا يا ريت فرصه، لان ساعات تجي لي سيده قبل الفرح بثلاث ايام تقول لك انا دخلتي بعد بكره الحق ظبط لي كل حاجه، بس برضه بنبقى على الاقل عملنا الفحوصات ودخلنا جاهزين.
طب يعني فرصه من خلال برنامجنا ان احنا الدكتور عمرو جعفر بينصح وانا برضو بتفق معاه في الراي ان كل شابين مقبلين على الزواج ان هم يعملوا فحوصات ما قبل الزواج. طبعا طبعا ده هيفيدنا في كذا حاجه، ان فعلا اولا نبقى مطمئنين، ثانيا ان لو في مشكله المشكله تبقى في وضوح قبل الزواج، يعني أيوة. حتى لو لا قدر المشكله كبيره ولا حاجه يبقوا عارفين من الاول، ما يتفاجئوش وياخدوا قرارهم في ضوء المشكله دي، وفي نفس الوقت ان المشكله دي نقدر نبتدي علاجها بدري بحيث ان اول ما يتجوزوا يحصل حمله على طول، يبقى فحوصات ما قبل الزواج دي من الحاجات اللي حضرتك مهم. بالمناسبه بقى دكتور اسامه معلش عشان النقطه دي مهمه جدا اجتماعيا، ان احنا في ساعات سيدات او رجال بيرفضوا الفحص ده قبل الزواج عشان بيخافوا بعد الشر لا يتفتحوا، يعني يقول لحضرتك ايه انا خايف اعمل التحليل بالذات الرجال بقى، لان دي حته عند حضرتك ان تحليل السائل المنوي يطلع فيه مشكله، فهل قبل فرحي بقى يعني يا دكتور عمرو انت هتزنقني الزنقه دي، ويفضل ياجل ويماطل لو جالي مع خطيبته قبل. احنا دلوقتي عايزين نطمن بقى فرصه ان احنا مع بعض ان واتيفر ايه المشكله، ما بقاش عندنا لفظ اسمه لفظ العقم زي زمان، يعني واتيفر ايه المشكله عند الراجل او السيده ليها حل، يعني احنا حتى لو انعدام الحيوانات المنويه فحضرتك انا بعرف ابعت لك الحاله وبتقدر انت يا دكتور اسامه تتعامل معاها. فالفكره كلها ان انا اناشد ان لازم نعمل الفحوصات، والنقطه الاجتماعيه ان حتى لو عندكم مشكله ما متخافوش، احنا مش معناه ان هنحرجكم او اي حاجه، ايا كانت المشكله هنعرفها ونحلها سوا وندخلكم تاني في الفرح، تبقوا جاهزين ومستعدين ان انتوا تخطوا على فتره الزواج، تبقوا مقبلين على الحمل. طيب في زوجين لو عدى اول شهر بعد الجواز وما حصلش حمل بيبتدوا يتوتروا، فعلا شايف ايه المده اللي ممكن بعدها نقول ان في حصل او في مشكله ويبتدوا هم المفروض يدوروا؟ طيب خلينا نقول ان احنا عشان نعرف يعني ايه تاخر حمل، اللي هي زمان كانت كلمه غلسه بنسميها العقم واحنا لغيناها من القاموس بتاعنا، هي دلوقتي بقى اسمها تاخر حمل او انجاب. احنا بنقول ان ليها شرط ان يبقى الكابل عايش مع بعضه وبيعملوا علاقه منتظمه، لان ممكن نتجوز ونقعد 3 سنين بس الزوج مسافر، فيبقى علاقه منتظمه شهريا في ايام التبويض لمده سنه على الاقل، لو ما حصلش حمل يبتدي اسمه تاخر حمل. لكن الحقيقه انا بحب اعمل حالاتي في العياده امر تاني، مش بحب اصبر لحد ما يعدي سنه وبعدين نشوف فين المشكله، انا بحب اقول يا اما نعمل فحوصات قبل الجواز يا اما اول ما يحصل الزواج على طول نبتدي نعمل فحوصات بدري بدري، فبالتالي ونخير ساعتها السيده. يعني انا حتى بقول انا مش بعمل فحوصات حتى لو سيده يا دكتور اسامه جايه لك مش عايزه حمل هي وجوزها، اقول لها طب اوكي خلينا نطمن عليكم، لان منع الحمل برضو از بريفيليج، يعني ميزه مش موجوده عند كل كابل، لان دي نقطه مهمه. ممكن تيجي لحضرتك سيده متزوجه بقالها سنتين هي مش عايزه حمل، لكن وانس قررت حمل تقول لك ما فيش، ليه؟ لان عندها مشكله كبيره وهي مش عارفه، فهي خدت منع حمل سنتين وهي مش مركزه ان عندها اصلا مشكله. فدايما انا بقى اناشد ان نعمل الفحوصات نطمن ان احنا كويسين وبعدين نختار، حتى انا بقول لهم كلمه مشهوره في العياده، عندك دلوقتي الاختيار من المنيو، يا تختاري عايزه حمل يا عايزه تمنعي الحمل، واحنا في ذلك موجودين. امتى بقى بقول لها الكلمه دي؟ لما نبقى جاهزين ورادي، يعني احنا خلاص هي كويسه زوجها كويس مش محتاجين حاجه، نبتدي ندور. فتاخر الحمل نقول بعد فتره سنه من انتظام العلاقه، لكن يا ريت نعمل الفحوصات قبل ما نوصل لمرحله تاخر الحمل. طيب هو في اعتقاد سائد عند سيدات كتير ان هي لو خدت حبوب منع حمل او حاجه في بدايه الزواج ده هيخليها ما تخلفش بعد كده. ايوه فحضرتك شايف هل الكلام ده صحيح، وهل او ايه هي انسب وسيله منع حمل للكابلز متجوزين حديثا ومش عايزين يخلفوا في اول سنه او سنتين؟ طيب خلينا نقول تاني، احنا موانع الحمل كلها المختلفه سواء كانت حبوب هرمونيه او كانت لولب او كانت كندم او استخدام اللي هو الوقي الذكري للزوج او القذف الخارجي او الوسائل ايا كانت ايه هي او الامتناع عن العلاقه ايام التبويض، كلهم متاحين وكلهم ما بيضروش طالما خدناهم صح. هي الفكره ان مفيش وسيله مناسبه، لان ده سؤال حلو جدا من حضرتك، مفيش حاجه اسمها ايه احسن وسيله دكتور عمرو لاي كابل جديد، لان ممكن سيده يبقى عندها تكيس في المبيض فيبقى عندها عدم انتظام في الدوره، فدي هيبقى انسب وسيله ليها ان انا اديها اقراص منع الحمل عشان منها امنع الحمل وانظم لها الدوره. ممكن سيده اخرى يبقى عندها مشكله في الرحم فعندها حاجه اسمها لحميه او اورام ليفيه، ما ينفعش معاها خالص اللولب، لان لو ركبت لها اللولب هيؤدي الى نزيف. يبقى كل سيده وليها منع الحمل ده زي الفستان او التيير اللي احنا بنفصله للسيده، يبقى كل سيده ليها وسيله غير وكل كابل غير، لان على حسب تحليلها هي والزوج. لكن لو هي مؤهله وما عندهاش مشاكل عمر ما اقراص منع الحمل بتمنع الحمل بعد كده، لان بيفتكروا زي ما حضرتك قلت ان انا خدت منع حمل مثلا شهر 3 سنه 2020 وبالتالي انا النهارده 2024 الاقي ان الحمل ما جاش، تقول لك اصل عشان خدت قرص مثلا الماده الفلانيه. لا خالص، طالما حضرتك خدتيه صح من الدكتور مش من الصيدلي بعد فحوصات صح، يعني واخداه وهرموناتك كويسه، عمره ما هيأثر على حضرتك. بالعكس ساعات منع الحمل بيفيد زي ما قلت لحضرتك في حالات تأخر الدورة أو عدم انتظام الدورة، بيبقى هو بيفيدها
حتى عندنا كلمه مشهوره ان انا السيده تيجي تقول لي انت هتديني هرمون، يا نهار ابيض كان زي كلمه كورتيزون. اقول لها ما انا مدي لحضرتك هرمون لغرض اخر ان انظم لك او امنع لك الحمل، فلا يؤثر اطلاقا بس الشرطين، يبقى الطبيب هو اللي بيكتبه مش الصيدلي في الشارع من غير ما يعرف هي مين، والطبيب يكتبه بعد فحوصات واشعه، يبقى هي تمام ونورمال ولا يؤثر عليها منع الحمل ده، ونختار وسيله مناسبه. يعني افهم من كلام حضرتك ان كل قبل لو وسيله معينه، ايوه يبقى ما فيش سؤال مشهور ان مثلا نقول لي ان اللولب احسن وسيله، لا خالص. طب راس منع الحمل احسن وسيله، لا خالص. طب كبسوله تحت الجلد، لا خالص. كل سيده وزوج ليهم حاجه معينه على حسب حالتهم وسنهم وتحاليلهم. وراس منع الحمل ما بتسببش الغم ولا حاجه، بشرط ان هي تتاخد تحت اشراف طبيب. طبيب فعلا. طيب حضرتك استشاري حقن مجهري، حضرتك شايف امتى الزوجين يفكروا يلجأوا للحقن المجهري؟ طيب ده سؤال حلو جدا جدا جدا. الحقن المجهري اصلا هو وسيله اخصاب مساعد. يعني ايه؟ يعني احنا قبل قعد سنه متجوز ما حصلش حمل بالشرط اللي قلناه ان هم بيعملوا علاقه في ايام التبويض وقاعدين مع بعض مش مثلا مسافرين، وبقى في تاخر حمل، فبالتالي احنا نبتدي نساعدهم بوسيله. مش اول وسيله هي الحقن المجهري، دي احدى الوسائل. احنا الوسائل الاخصاب المساعد يا اما انا اعمل لها تنشيط تبويض، يا اما تلقيح صناعي، يا اما حقن مجهري. مين الناس اللي حقيقيين نقول ان دي لازم يبقى عندها او تروح ناحيه الحقن المجهري؟ مش حاجه. اول حاجه او اول سبب ان السيده تعمل حقن مجهري هو الزوج. خلينا نرجع نقول تاني، طب ليه يا دكتور عمرو؟ عشان لو عملت له تحليل سائل منوي زي ما قلت لحضرتك، لقيت عنده ضعف شديد في الحركه او ضعف شديد في عدد الحيوانات المنويه او تشوهات بنسبه 100%، يبقى بالتالي لازم هرجع لحضرتك ونحضره كدكتور الذكوره وترجعه لي عشان اعمل حقن مجهري. تاني سبب ان السيده نفسها يبقى عندها مشكله مقسومه لحاجتين، يا اما عندها مشكله في التبويض، ضعف شديد في التبويض، فبالتالي بنحتاج نساعدها زي السيدات اللي بيتجوزوا في سن متاخر بعد ال 35، او يبقى عندها مشكله في الرحم ان عندي انسداد تام في قنوات فالوب، فبالتالي ما فيش سكه يمشي فيها السائل المنوي فيوصل طبيعي، في ساعتها بعمل الحقن المجهري. او ان هي يبقى عندها مشاكل زي تكيس في المبايض شديد او بطانه رحم مهاجره من الدرجه الشديد. فدي اشهر المشاكل اللي بنقول لها حضرتك ما تضيعيش وقتك، وطالما عدى 6 شهور او سنه من الزواج وانتظام العلاقه توجهي للحقن المجهري على طول. بالمناسبه دي دكتور اسامه، بس الحقن المجهري مش سبه، يعني احنا عندنا مشكله ان حضرتك عارف بقى معانا في الشغل على طول ان احنا نعمل حقن مجهري لما حضرتك بتقول للسيده او الزوج يعني كان حضرتك حكمت عليهم بالاعدام. لا، هو وسيله اخصاب مساعده، هو وسيله احنا بنساعدكم بيها، بنتعاون انا وحضرتك كتيم دكتور نساء وذكوره ان احنا نساعدهم عشان يحصل حمل. فمش شرط ان يبقى عند حضرتك مشكله ويبقى علاجها الحقن يبقى في معناه ان هو عيب، بالعكس هو حل. ودلوقتي ده اختراع القرن يعتبر، لان زمان كان عندنا كابلز نقول لهم الكمش وحل، يعني خلاص مثلا زوج عنده 100% تشوهات او ما فيش حيوانات منويه كان نقول له هنعمل لك ايه، خلاص ما فيش حاجه. دلوقتي الحقن المجهري هو اللي خلى عشان كده انعدام كلمه العقم، لان الحمد لله بقت حالات قليله جدا ان نقول لها ما فيش طريقه انك تحملي بيها. طيب حضرتك اثرت نقطه مهمه يا جماعه، ان الحقن المجهري ده مش سب ومش عيب، لان انا الحقيقه بيجي لي رجال كتير لما بقول له انت حلك الوحيد في الحقن المجهري يقول لي لا 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 انسى الموضوع ده، انا أيوة. اقعد كده ما اخلفش وما اعملش حقن مجهري. وبسمع كلام غريب جدا يعني لدرجه ان في واحد قال لي لا ده مش هيبقى ابني لو انا عملت حقن مجهري. كل دي اعتقادات خاطئه جدا، عايزين نعدلها عند الناس ان الحقن المجهري ده مجرد وسيله انجاب مساعده، لكن هو الحيوان المنوي من الرجل والبويضه من السيده، حمل طبيعي جدا. كل حكايه ان احنا بنقرب المسافه شويه، الحقن المنوي مش عارف يوصل نتيجه نقص في العدد او نتيجه انسداد في قناه فالوب او وات ايفر، فاحنا بنقربه شويه، لكن هو زي الحمل العادي. طيب الناس بتخلط ما بين الحقن المجهري اللي هو الاكزي والاي في اف اللي هي اطفال الانابيب والاي او اي اللي هو التلقيح الصناعي، الناس فاكره ان الثلاثه دول حاجه واحده. فايه الفرق ما بين الحقن المجهري واطفال الانابيب، وهل لسه في اطفال انابيب ولا خلاص ده بعد ظهور الحقن المجهري؟ ده سؤال حلو جدا جدا، لان احنا ساعات كتير جدا بيجي لنا في العياده بعد اذنك يا دكتور عمرو اعمل لنا حقن مجهري مش اطفال، بعد اذنك انا مش عايز اطفال انابيب ضروري. اولا خلينا نتفق ان التلقيح الصناعي دي وسيله، والحقن المجهري والاطفال الانابيب وسيله اخرى. الحقن المجهري والاطفال الانابيب هم حاجه واحده، لان الاختلاف بينهم حاجه في المعمل مش لازم الحالات يعرفوها، يعني قصه معينه كده ده نسبه نجاح اكتر من نسبه نجاح، لكن احنا دلوقتي يعتبر بنعمل الحقن المجهري فقط لا غير. الاطفال الانابيب يعتبر انعدم في السوق او انقرض، ما بقناش بنعمله لان نسب نجاح الحقن بقت اعلى، وبنختار الحيوان المنوي بايدينا والبويضه اللي جودتهم حلوه بنحقنها. اطفال انابيب احنا كنا بنحط الحقن المنوي مع البويضه أيوة ونسيبه هو يتجوز. الله ينور على حضرتك. لكن الاكزي او الحقن المجهري احنا بندخل الحقن المنوي جوه البويضه، فبنختار الحيوان المنوي القوي والبويضه القويه ونجوزهم.
عشان كده بقول حاجة دي تفصيلة يمكن شوية للحالات ما يعرفهاش، بس خلينا نلخص لهم الأمر إن هو اسمه حقن مجهري. يبقى ما عندناش اختيار إن نعمل حقن أو أطفال أنابيب، يعني دي مش حتة الحالة. هي فكرة إن في ناس رافضة أطفال أنابيب، كلمة أطفال أنابيب دي عشان كده بنقول لهم خلاص ما عادش فيها، خلاص مش موجود، يعني هو اسمه حقن مجهري. تلقيح الصناعي هي وسيلة أخرى خالص. نسبة نجاح التلقيح الصناعي من 5 إلى 10%، نسبة نجاح الحقن المجهري من 60 إلى 70%. طبعا ده لما بنجهز صح. تلقيح ما هو الا ان انا باخد السائل المنوي من الزوج، بنعمل عليه تعديلات معينه في المعمل ونحضره تحضير معين ونحقنه زي بانبوبه معينه جنب المبيض في مكان معين في الرحم، بحيث ان هو نقرب المسافه شويه. عشان كده نسبه نجاحه مش كتيره، لان هي 5 إلى 10%. لكن الحقن المجهري انا باخد البويضه بره الزوجه والسائل المنوي بره الزوج وبنديهم للمعمل ونعمل جنين ونرجعه تاني للزوج، عشان كده نسبه نجاحه عاليه جدا. ولما بنبقى محضرين صح بتلاقي ربنا كرمهم على طول. طيب لو زوجه عندها تكيسات على المبيض، هل ممكن تعمل حقن مجهري؟ طبعا ممكن. تكيس المبيض ده صفه مش مرض، وتكيس المبيض يا جماعه برضو فرصه دكتور اسامه ان احنا مع بعض مش وصمه عار، عشان الحاله بتجيلي دكتور عمرو الحقن انا عندي تكيس هعمل ايه، الحقني ده انا مش عارف اعيش، او تقعد معايا شهرين ثلاثة وتيجي تسألني سؤال هو أنا التكيس لسه ما راحش من عندي. يبقى إذن التكيس ده صفة، زي ما تكوني حضرتك بيضة أو سمرة طويلة أو رفيعة أو كلبوز. الفكرة كلها أنه هو أنواع ودرجات، ومش كل التكيسات وحشة. يعني تكيس والدورة منتظمة وبتنزل في معادها يبقى خلاص ما فيش مشكلة. طب تكيس وسيدة ما بيجيلهاش دورة خالص، يبقى ده في مشكلة، وبرضو حلها ساعات في شوية هرمونات تتظبط تلاقي هرمونها اتظبطت. لكن هو في درجات من التكيس، الدرجات الشديدة بيبقى علاجها الحقن المجهري، وبالعكس ساعتها بيبقى ميزه. السيده اللي عندها تكيس في المبيض بيبقى عندها مخزون بويضات عالي جدا، فمجرد ما حضرتك تعمل لها حقن مجهري ممكن تطلع 20 او 30 جنين من مره واحده. حتى نعمل ونقول لها احنا شايلين لك اجنه مجمده تكفيك العمر كله. فبالتالي تكيس المبيض ممكن تعمل حقن مجهري، بس مش كل حالات التكيس محتاجه حقن مجهري. حالات التكيس محتاجه ان احنا نكنترول التكيس ازاي ونعالجه، سواء بلايف ستايل او بادويه، وله قصه طويله اللي بنتكلم فيها. لكن ممكن جدا تعمل حقن، ومن الحالات لما بتعمل حقن بيبقى نسبة نجاحها عالية جدا جدا، وبيبقى عندها فائض أجنة ان حتى لو ربنا ما كرمش من اول مرة بنرجع لها أجنة مجمدة الشهر اللي بعده واللي بعده، وبتحمل على طول. طيب سيدة عندها فايبرويد، عندها ورم ليفي في الرحم، ينفع تعمل حقن مجهري؟ ينفع على حسب مكان الفايبرويد. برضو كويس قوي ان حضرتك بتسأل شوية أسئلة حلوة جدا. الأورام اللي فيا برضو ده أمر طبيعي موجود تقريبا عند ربع السيدات، يعني لو كل 4 سيدات قاعدين عندي في العيادة وخدت واحدة لوحدها كده حاليا عندها ورم ليفي. فالورم اللي فيه مش آخر العمر، وورم حميد 100% ومش ورم خبيث عشان ما يبقاش سامعين. الفكرة مكانه وحجمه فين وبيأثر على الحمل وتجويف الرحم اللي هيبقى فيه الأجنة ولا لا. يبقى مش كل ورم ليه في أوتوماتيك حاول أدخل أشيله. ودلوقتي عندنا فضل ونعمة اختراع زي الحقن المجهري اسمه المناظير. كان زمان عشان أشيل ورم ليه فيه لازم أفتح البطن زي القيصرية وأبقى عملت عملية كبيرة. دلوقتي احنا بنشيله بالمنظار واتفر حجمه ايه، إلا في حالات معينة قليلة اللي ما ينفعش بالمنظار. والمنظار عملية سهلة وبسيطة، وفتحات في البطن لا تتعدى نص سنتي أو سنتي، وبتخرج بنفس اليوم من المستشفى. لكن الأورام اللي فيها بنحمل عليها طبيعي، مش شرط حقن مجهري خالص، ويمكن ملهاش علاقة بالحقن المجهري أصلا، لأن هي الأورام اللي فيها يوم ما تبقى وحشة وتزعني ويبقى حجمها كبير أو مؤثر على الحمل بنعمل لها إزالة بالمنظار وخلاص تحمل طبيعي خالص بعدها. طب دكتور عمرو سؤال بس بيتسأل كتير، الحقن المجهري هل أنا في إيدي إن أحدد نوع الجنين، يعني زوجين عايزين ولد أو عايزين بنت، هل ده مسموح؟ وامتى ممكن نعمل ده؟ طيب اولا هو مسموح، احنا الحمد لله في ايدينا دلوقتي بالحقن المجهري ان احنا نعمل حاجه اسمها جيناتيك مابينج، او ان احنا نعمل فحوصات للماده الوراثيه وجينات الجنين. فبالتالي بعد الشر لو عندي كابل من درجه اولى قرايب، او عندهم هيستوري ان السيده اخوها وعيلتها كذا حد عنده متلازمات وراثيه ونفس القصه في الزوج، فبنعرف نعمل الجنين ونحلل الماده الوراثيه للجنين قبل ما نعمله ارجاع فنطمن كويس. النقطه الثانيه عندنا اوبشن اختيار البلد او البنت، وده دلوقتي مشهور جدا، ويمكن بقت موضه ان بيجي لنا ازواج جداد لسه ما حملوش وبيجي يعملوا حقن مجهري، مش عشان عندهم تاخر، عشان يختاروا ولد او بنت، عشان هم ما عندهمش عامل ان احنا نستنى. الفكره كلها في ان مسموح ولا لا، دي على حسب بقى كل كابل وغيره، يعني على حسب بقى هو قصه دينيه مالناش دعوه بيها، لكن القصه الطبيه ان احنا اي كابل مسموح، لان مش زي ما الناس فاهمين انه حرام، لان انا مش بعمل الولد بايدي. يعني فكره تحديد النوع ان انا بعمل الأجنة، ولما بيطلع عندي عدد أجنة كويس وكتير، يعني مش جنين واحد، يبقى عندي على الاقل 5 أو 6 أجنة، بعمل لهم فحص للمادة الوراثية او فحص للنوع البيبي الولد او البنت، فبالتالي بيطلع ولد ساعتها بعمل له ارجاع ويحصل حمل. يبقى انا مش بتحكم ان انا، عشان ساعات ناس يفتكروا حرام ان حضرتك هتعمل لي ولد، لا انا بعمل أجنة لحضرتك وبنفحص الأجنة دي نشوف فيها اولاد ولا لا. عشان كده اول كلمه بنقولها للسيده ان ممكن يطلع اولاد وممكن لا، لان ممكن يبقى في ولد في الأجنة، ويعني مش شرط ان انا اعمله 100%.
لكن هو احنا عندنا قدرة الاختيار ان نعمل اجنة اولاد وبنات. قصة ان مسموح ولا لا ده على حسب الكابل وظروفه، يعني واحد عنده 3 أو 4 بنات ومحتاج ولد، غير واحد زي ما اقول حاجة اول مرة بيجي لي قبل ما يحصل حمل عايز على طول يحدد النوع ولد او بنت لظروف ما عنده، لكن موجود الاوبشن ده ومتاح وسهل جدا ونسبة نجاحه عالية جدا. دكتور عمرو انا بشكرك جدا، شرفتنا في برنامجنا. الله يخليك استاذ، شكرا لحضرتك. بشكر ضيفنا النهارده الدكتور عمرو جعفر، جراح نساء والتوليد والحمل الحرج ومناظير نسائيه واستشاري الحمل المجهري. شكرا دكتور عمرو. العفو، ربنا يخليك. لا انا اللي شرفت بيك. الله يخليك دكتور اسامه. فاصل ونواصل. اهلا بيكم، رجعنا لكم مره تانية وبنكمل موضوع حلقتنا النهارده اللي هو تاخر الانجاب لدى الرجل. عندنا اسئله كتير جات لنا، هنجاوب على بعض الاسئله وممكن الوقت ما يسمحش ان احنا نجاوب على بقيه الاسئله، لكن اوعدكم هيبقى في حلقات تانية كتير جدا بتتكلم عن نفس الموضوع، ورجاء اللي عنده اي سؤال او استفسار يبعته لنا. اول سؤال قدامي بيقول لي لو سمحت، هو في علاج او فيتامين ممكن يزود ويحسن الحنان المنويه الذكوريه لدى الرجل؟
طبعا في أدوية كتير بننصح بيها الرجال، لكن ما أقدرش أقولها لك لأن كل راجل غير التاني وكل حالة مرضية غير التانية. لكن في أدوية كتير بنحتاجها، فمعظم خلل السائل المنوي بيكون نتيجة حاجة اسمها الفري راديكالز أو حاجة اسمها الأكسيديتيف ستريس. الفري راديكالز دي حاجات موجودة حوالينا بنتعرض لها كل يوم، من عوادم السيارات، من شاشات التلفزيون والآيباد والتليفونات، كل ده بيتلف الخلايا بتاعتنا عامة، والحياة المنوية إنه خلية ضعيفة جدا فبتتأثر بالسلب. عشان كده دايما احنا بننصح الرجال إنه هو يتجنب الحاجات دي قدر الإمكان. وفي حاجات اسمها أنتي أوكسيدنت أو مضادات للأكسدة، منها على سبيل المثال مادة السيلينيوم، منها فيتامين سي، منها فيتامين إي، منها مادة الكارنيتين. ففي مواد كتير جدا ممكن الشخص ياخدها، لكن طبعا في أدوية بيبقى مجمع فيها كل الأدوية دي مع بعض. لكن احنا بنتكلم هنا على الحالات المرضية البسيطة أو الوقائية، اللي شخص عايز ياخد أدوية وقاية عشان يقلل التأثير السلبي للحاجات دي. لكن نرجع ونقول ان كل مريض وليه ظروفه، ففي مريض محتاج الدواء ده بالتحديد، في مريض محتاج زنك، في مريض محتاج فيتامين سي. من الفيتامينات المهمه اللي لما بتنقص عند الرجل بتاثر معه على القدره الانجابيه والقدره الجنسيه فيتامين دي. عشان كده بننصح دايما الرجال، واحنا يمكن عندنا دايما في روتين بنعمله من ضمن التحليل بنطلبه، بنطلب فيتامين دي، لنقص فيتامين دي بياثر على القدره الانجابيه والقدره الجنسيه كمان. السؤال اللي بعد كده، دكتور لو سمحت، واحد من متابعينا كان عمري 27 سنه ولم اتزوج بعد، كيف اعرف نفسي ان انا استطيع الانجاب وصحتي الجنسية جيدة؟ ممكن الرد وجزاك الله خير. طبعا هنا ما فيش وسيلة ان احنا نعرف ده غير بالتحاليل. عشان كده انا دايما بنصح الشباب المقبلين على الزواج انه يعمل تحاليل. التحاليل دي اللي في صورة تحليل السائل المنوي وتحليل الهرمونات، دي تحاليل مبدئية بننصح بيها كل شاب انه يعملها. لو لقيناهم طبيعيين خلاص، لو لقينا فيهم خلل بنبتدي بقى ندور اكتر، نعمل اشعة على الخصتين نشوف في دوالي ولا لا، نبتدي نعمل فحوصات تانية. فنصيحتي لكل شاب، ما تستناش لما تتجوز والمشكلة تظهر، اعمل تحليلك دي قبل الزواج، عشان لو في مشكلة احنا بنحتاج وقت فعلج، بنحتاج وقت فعلج. الراجل غير الست، الست ممكن لو عندها مشكلة تتظبط في خلال شهر، لكن الراجل على الأقل بيحتاج من 3 لـ6 شهور عشان اصلح له مشكلة في السائل المنوي. فنصيحتي لكل شاب مقبل على الزواج، قبل الجواز بـ6 شهور بسنة اعمل تحليلك، عشان لو في مشكلة نقدر نتعامل معها، بحيث ان انت اول ما تتجوز تبقى مقبل على الزواج. حتى لو انت مش عايز تخلف اول ما تتجوز، فواحد يقول لك لا انا مش عايز اخلف اول ما اتجوز فمش مهم، لا اطمن على نفسك، لان في احيانا انت بتحتاج تاخد علاج سنه واتنين عشان تبقى قادر على الانجاب، فما تستسهلش الموضوع. فنصيحتي لكل شاب مقبل على الزواج انه يعمل التحاليل دي. سؤال بيقول يا دكتور عندي تحليل السائل المنوي الحركه صفر، ايه الاسباب؟ الحقيقه في اسباب كتير، لكن الحركه صفر دي اول سبب بيخطر ببالنا، وده سبب يمكن ما بيخطرش ببال كتير من الاطباء، وجود حاجه اسمها انتي سبيرم انتي بودي، وجود اجسام مضاده في السائل المنوي بتموت الحيوانات المنويه لو الحركه صفر. فده اشهر تحليل احنا بنطلبه لما بنلاقي المريض عنده الحركه صفر في اكتر من تحليل. فتحليل الانتي سبيرم انتي بودي من اشهر. في حاجات تانية طبعا بتاثر، زي وجود دوالي على الخصتين والتدخين والحاجات دي كلها. اصدقائي انا سعدت بلقائكم، ان شاء الله هنعمل حلقات تانية كتير عن موضوع تاخر الانجاب لدى الرجل. انتظرونا في حلقات قادمه من برنامجكم عالم الرجال. الى اللقاء.